ما أصعب أن تحب امرأة زوجها الذي يخالفها في عقيدتها ودينها. هوشان صامت دائماً، يخفي عني أشياء كثيرة. هوشان، هوني عليك يا أختاه، هوني عليك. ما زال عندي أمل يا كهرمانة، ما زال عندي أمل أن يعود إلى رشده. ألم أقل لكم إن الحرب ضد سليمان فاشلة؟ الناس تحب سليمان وتهتدي بكلامه. لقد انهزمنا، هزمنا سليمان. ما أخبار أن عمرا أخا بلقيس ما زال حيا وأسيرا لدى الأحباش؟ ماذا؟ لابد من التخلص منه، لابد أن نقتلع هذه الأسرة من جذورها حتى أنفرد أنا بالحكم. هيا اجمعوا لي أموالا كثيرة تكفي لشراء كل هذه الضمائر. من هذا الذي أنقذك؟ ولماذا؟ مع من أنت يا هوشان؟ وضد من؟ تائه أنت؟ حائر أنت؟ تكلم، تكلم يا هوشان. أتكلم؟ ماذا أقول يا ساجية؟ أنا لا أعرف أي شيء لأقوله، لا أعرف أي شيء غير أن سليمان لابد أن يترك الحكم والملك. لا فائدة، لا فائدة، إني ذاهبة إلى السوق، هل تريد مني شيئا؟ سليمان إنه عدوي الذي لا أعرف كيف أقهره. لقد حول سليمان حياة بني إسرائيل إلى جنة، وقدم نموذجاً عملياً بأن الأخلاق تبني الأمم. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اهد قلب زوجي هوشان.